هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ده ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا حيزفونا ولا حاجة، احنا نتسرسب سرسبة كده من غير ما حد ياكل باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت مش شبان من غير ما حد ياكل باله، ولا مين شاف ولا مين ده. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهد اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخل علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تما، حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. أوف سيبلي أنا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت أختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يمهل ولا يهمل، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسك. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا أم فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا أم فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعده عليه. يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجايه ابارك واهني لاختي وحبيبتي فاتن. الف مبروك يا عروسه، اخيرا اتجوزتي مجدي؟ ايه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بت؟ ده حسن ولا علي ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، والف الف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعه. انت جايه بوظي ليلتي؟ ولا رصتهم دول كمان اخواتك في الرضاعه؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمة ملك؟ بتخوريني يا فجرة؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودة. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس.
بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هم 3 ايام برضو يا شريان. استمتعنا، تكفي يا اختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنتي تف من بقك، البوليس جه من زمان ولم كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انتي، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي، ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومال يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفره؟ اه دي السفره، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبري زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته؟ عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه. اصلي مش معقوله حنايم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتي؟ شفتي، كنت هنسى ماما ميمي. أبلة ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا أبلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي، ممكن تتنزحي شويه كده بس عشان اعرف انام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. أوه.